دمك حار ما يبرد يا فاهم، والقسم بالدم بعد ما ننزع الأسود. كواتم للصوت لم يعرف مصدرها رغم مرور أيام وأسابيع على جرمها، فالجميع يتذكر العملية الإجرامية المروعة التي استهدفت الناشط المدني فاهم الطائي، فحينها جميع القيادات الأمنية والسياسية في كربلاء توعدت بكشف الضالعين في هذه الجريمة الشنعاء خلال 24 ساعة، إلا أن أكثر من 40 يوما مرت حتى الآن ولم يكشف عن شيء. أكيد اليوم تمر علينا ذكرى مرور 40 يوم على استشهاد الأخ الثار العراقي فاهم الطائي، وأكيد إحنا كمتظاهرين وكمعتصمين سوف نستمر بهذا التظاهر وهذا الاعتصام. بعد مرور 40 يوم على استشهاد فاهم الذي يعتبر رمزا كربلائيا والتي اغتالته يد الجرم قبل 40 يوم، اليوم نحن ما زلنا مستمرون، وإن استشهد فاهم فهناك ألف فاهم. نجل شهيد المغدور وذووه مستغربون ومذهولون من مماطلة الجهات المعنية المكلفة بالتحقيق رغم وعودها وعدم التجرؤ على مراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة القديمة المحصنة والتي نفذ فيها الظلاميون جريمتهم الشنعاء. قالوا راح نكتشفهم خلال هذا التحقيق، ولحد الان مرت اليوم يوم ذكرى 40 والدي، لحد الان احنا ناشدهم يقولون يماطلون بالتحقيق ويحاولون تسويف الموضوع عن القتله. المحليه في محافظه كربلاء المقدسه ما كشفت عن الحقائق لحد الان، وريد نعرف احنا ليش هذا التواطؤ من الحكومه الكربلائيه او الجهات المعنيه. وفي محاولة منا كفريق قناة التغيير ومن باب المهنية والحيادية حاولنا إجراء لقاء مع القيادات الأمنية أو الحصول ولو على تصريح حول الجريمة وما آلت إليه نتائج التحقيق، إلا أننا كأهل المغدور لم نحصل على أي إجابة أو مبرر أو تعاون بهذا الخصوص. 40 يوما مرت على عملية اغتيال الطائي التي هزت الأوساط المحلية والدولية ولم تكشف خيوط هذه الجريمة لغاية اللحظة. من كربلاء وليد الصالحي، التغيير.